حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيجة الخليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة. أهلا بك سعادة الشيخة في نشرة أخبار الثالثة، ونبارك لك هذا الوسام المستحق، ونسأل عن ماذا يمثل هذا التكريم لك ولمملكة البحرين. مساكم الله بالخير، نشكركم على الاستضافة. وبالنسبة عن هذا التكريم، فهذا التكريم هو ترجمة لرؤية جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله، التي رسمت لنا مسار واضح لتعزيز علاقات التعاون والصداقة على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة مملكة البحرين ويحقق التطلعات الوطنية. كما أننا اليوم كجزء من منظومة العمل الحكومي بقيادة سيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، يتوجب علينا أن نفتح أفاق أوسع من التعاون على مختلف الأصعدة، باللي ينعكس على مستوى المشاريع والمبادرات التنموية ويرتقي بما يخدم المواطنين. فأخيرا، حصولي على هذا الوسام، وسام نجمة إيطاليا الممنوح من قبل رئيس الجمهورية الإيطالية، هو تجسيد للطموح الوطني وللدعم اللامحدود للقيادات النسائية من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها، الرامي إلى تحقيق وتمكين المرأة وجعلها مكون أساسي ومؤثر محلي وإقليمي ودولي. نعم سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة، نبارك لك مرة أخرى هذا التكريم، وشكرا لك على هذه المداخلة.